السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد هناخد أول درس نحو عندنا، وهو علامات إعراب المفعول به. طبعا كلنا عارفين المفعول به. نفتكر مع بعض الأول الجملة الفعلية. الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل، وأحيانا بيكون فيها مفعول به. تاني، الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل أساسي فيها، وأحيانا بيكون فيها مفعول به. طيب أعرف يا ميس منين الفاعل والفاعل والمفعول؟ طبعا الفعل اللي بيجي في أول الجملة خدناه من تالتة ابتدائي، وعارفين إن هو ماضي أو مضارع أو أمر، زي لعب، أكل، يذاكر، اهتم، اجتهد، دي كلها أفعال وكلنا عارفينها. طيب الفاعل أعرفه إزاي؟ الفاعل زي ما احنا متعودين هو من قام بالفعل. الفاعل هو اللي عمل الفعل، زي اجتهد التلميذ. مين اللي اجتهد؟ التلميذ. يبقى التلميذ هي فاعل. تمام. ذاكر الولد الدرس. مين اللي ذاكر؟ الولد. يبقى الولد هي اللي فاعل. لازم ابقى عارفه الفاعل كويس من المفعول عشان اقدر اعربهم كويس او استخرجهم من القطعه اللي قدامي. عرفنا الفاعل هو من قام بالفعل. طب المفعول بقى اعرفه ازاي؟ قال لي المفعول هو من وقع عليه فعل الفاعل. يعني ايه يا ميس؟ مش فاهم. يعني الحاجة اللي اتعملت، مثلا اقول ذاكر التلميذ الدرس. احنا قلنا التلميذ هو اللي ذاكر، يبقى التلميذ فاعل. طب ذاكر ايه؟ الدرس. الحاجة اللي اتعملت هي دي المفعول به، هو من وقع عليه فعل الفاعل. تاني، المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. كنا بنغنيها أغنية كده مع بعض بتسهل لنا علينا استخراج الفاعل من المفعول. كنا بنقول إيه؟ اللي عمل الفعل هو الفاعل، واللي اتعمل المفعول. تاني، اللي عمل الفعل هو الفاعل، واللي اتعمل المفعول. زي ما أقول مثلا نظمت المدرسة ندوة. نستخرج كده مع بعض يلا الفاعل والمفعول. ها، نظمت دي فعل ماضي. مين اللي نظمت؟ المدرسة. يبقى المدرسة فاعل، والفعل متعودين دايما مرفوع، وعشان هنا مفرد يبقى أقول مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب نظمت إيه؟ ندوة. يبقى ندوة دي هي المفعول به. أحيانا بيجي في الجملة الفعلية، وأحيانا ما بيكون مش موجود. الفعل بيكتفي بالفعل بتاعه، ما بيحتاجش مفعول به. طيب شغلنا النهاردة على إيه؟ على علامات إعراب المفعول به. قال لي المفعول دايما منصوب. أي مفعول يا ولاد هناخده؟ عشان الدروس الجاية كمان هناخد المفعول لأجله والمفعول المطلق. أي مفعول هناخده لازم يكون منصوب. ما دام قلت مفعول لازم أقول بعدها منصوب. طب يا ترى منصوب وعلامة نصبه إيه؟ قال لي ليه ثلاث علامات للنصب، إما الفتحة أو الياء أو الكسرة. تاني، إما الفتحة أو الياء أو الكسرة. يا ترى إمتى أقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وإمتى أقول الياء، وإمتى أقول الكسرة؟ قال لي إذا كان مفرد أو جمع تكسير يبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. زي إيه يا مس؟ زي الجملة اللي لسه جايبينها، نظمت المدرسة ندوة. كلمة ندوة دي مفرد، يبقى أقول إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب إما أقول مثلا قدم الأديب نصائح. قدم الأديب نصائح. نصائح دي يا أولاد يا ترى تعرب إيه؟ مفعول به، والمفعول دايما منصوب. أي مفعول لازم يكون منصوب. طب يا ترى منصوب بقى بإيه؟ قال لي إذا كان مفرد أو جمع تكسير يبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمة نصائح دي جمع تكسير، يبقى تمام منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ندخل على تاني حاجة. قال لي أحيانا ينصب المفعول به وعلامة نصبه الياء. طب إمتى ينصب وعلامة نصبه الياء؟ قال لي إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. إذا كان المفعول مثنى أو جمع مذكر سالم ينصب وعلامة نصبه الياء. طب ما تديني مثال كده يا مس. زي المثال اللي عندكم، مثال اتنين، شاهدت شروق عصفورين. شاهدت شروق، بنت اسمها شروق شهدت عصفورين. عصفورين دي أي نوع يا أولاد؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ دي كلمة مثنى. ما دام مثنى وهي مفعول به، مين اللي شهدت شروق؟ شهدت إيه؟ عصفورين. يبقى عصفورين دي مفعول، يبقى عصفورين مفعول به، والمفعول دايما منصوب. يبقى أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. قلنا لو إذا كان مفرد أو جمع تكسير يبقى منصوب بالفتحة. طب إذا كان مثنى يبقى منصوب بالياء. طب جملة كمان،
اللي هي رقم 4 عندكم، شكر محمد المهندسين. شكر محمد المهندسين، فين المفعول هنا يا ولاد؟ المفعول كلمة المهندسين. طيب نعرب، يلا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه، دي كلمة جمع وجمع مذكر، يبقى على طول منصوب وعلامة نصبه الياء، يبقى ينصب جمع ينصب المفعول به بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر ثاني. نفتكر تاني مع بعض، ينصب بالفتحة إذا كان مفرد أو جمع تكسير، ينصب وعلامة نصبه الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. قال لي آخر حاجة ينصب بالكسرة، إمتى ينصب بالكسرة؟ قال لي إذا كان جمع مؤنث سالم، لو كان جمع مؤنث سالم يبقى منصوب بالكسرة، لأن جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. طب المفعول منصوب، يبقى لو كان جمع مذكر سالم يبقى جمع مؤنث سالم يبقى منصوب بإيه؟ بالكسرة. طب ما تديني مثال كده يا مس، أما أقول مثلا كرمت إلهام المجتهدات، أو كرمت المعلمة المجتهدات، كلمة المجتهدات دي يا ولاد إيه؟ كلمة المجتهدات دي جمع مؤنث سالم. طيب نعربها بقى كده، احنا خلاص عرفت نوع الكلمة. كرمت، مين اللي كرمت؟ إلهام، إلهام دي فاعل، كرمت مين؟ المجتهدات، يبقى المجتهدات ديت مفعول به، والمفعول دايما منصوب، يبقى أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه ها الكسرة. ليه الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب في جملة ساعات بيوقعني فيها، بيقول لي كرمت شيماء البنات، اللي هي رقم 3 عندكم هنا اهي، كرمت شيماء البنات. البنات عندي هنا المفعول به كلمة البنات، طيب يا ترى دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ما انا لازم احدد الكلمة ايه عشان اعرف هي منصوبة وعلامة نصبها ايه. كلمة البنات ها دي جمع، طيب نعربها بقى كده، ها مفعول به منصوب وعلامة نصبه اوعى تقول لي الكسرة. ليه؟ في ناس هتقع كتير فيها وتقول لي يا ميس دي جمع مؤنث سالم يبقى منصوبة بالكسرة، اوعى تقول كده. يا ترى ايه السبب؟ لان كلمة البنات دي اصلا مش جمع مؤنث سالم، كلمة البنات دي جمع تكسير. ليه يا ميس مش اخرها الف وتاء؟ لا، لان التاء اصلية في المفرد، لازم عشان اقول الكلمة دي جمع مؤنث سالم لازم بتنتهي بألف وتاء زائدة، لكن لو كانت التاء أصلية كلمة البنات مفردها بنت يبقى التاء الأخيرة ديت أصلية، مجرد ما جمعتها زودت ألف بس يبقى دي جمع تكسير، ولو المفعول به جمع تكسير بينصب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى هنا المفعول منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة مش الكسرة. خلاص عرفنا المفعول دائما منصوب، ينصب وعلامة نصبه الفتحة إذا كان مفرد أو جمع تكسير، ينصب وعلامة نصبه الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر، ينصب وعلامة نصبه الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. نحل مع بعض التدريبات دي ونبين علامة إعرابها. بيقول لي حدد المفعول وبين علامة إعرابه. قرأت منار القصة، فين المفعول يا أولاد؟ ها؟ المفعول كلمة القصة، مين اللي قرأت منار؟ ناخد بالنا التاء اللي بتبقى مشبوكة في آخر الفعل، يا إما تاء التأنيث يا إما تاء الفاعل. طب أعرف منين؟ أسأل نفسي مين اللي عمل الفعل ده؟ مين اللي قرأت منار؟ مش أنا اللي قريت، لو قلت قرأت القصة يبقى التاء دي تاء الفاعل، لكن قرأت منار يبقى دي تاء التأنيث، الفاعل موجود بعدها اللي هي كلمة منار، فاعل مؤنث اهو، يبقى منار هي الفاعل، يبقى القصة ايه؟ مفعول به، يبقى المفعول في الجملة دي كلمة القصة. طيب علامة إعرابه ايه؟ ها؟ النصب، طبعا المفعول منصوب، طب النصب بإيه يا ترى؟ النصب بالفتحة، ليه يا مس بالفتحة؟ لأنه مفرد، يبقى كلمة القصة عشان مفرد منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. الجملة التانية معايا، كرمت إلهام المجتهدات، لسه قايلينها من شوية، المجتهدات هي مفعول به ومنصوبة طبعا، علامة نصبها إيه؟ ها؟ علامة نصبها الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. الجملة التالتة، اشترى حسام الأقلام، اشترى حسام الأقلام، فين هنا جمع فين المفعول به؟ ها اشترى فعل ماضي، مين اللي اشترى؟ حسام، يبقى حسام فاعل، اشترى ايه؟ الاقلام، يبقى الاقلام هي المفعول به والمفعول دايما منصوب، يبقى اقول الاقلام هي المفعول به وعلامه اعرابها النصب. واستنى بقى، هي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟
دي جمع. طب أي نوع من أنواع الجمع؟ جمع تكسير. جمع التكسير لما يكون مفعول به يبقى المفعول هنا منصوب وعلامة نصبه إيه؟ ممتازين، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى كلمة الأقلام علامة إعرابها النصب بالفتحة. رسم أحمد شجرتين، مين اللي يستخرج مفعول به؟ تمام، كلمة شجرتين رسم فعل ماضي، ومين اللي رسم؟ أحمد. يبقى أحمد فاعل. رسم إيه؟ شجرتين. يبقى شجرتين هي اللي مفعول. طيب مفعول ماله بقى؟ ها زي ما تعودنا على طول منصوب. طيب هي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ها دي مثنى، والمفعول به لو مثنى يبقى منصوب علامة نصبه الياء. يبقى أقول علامة النصب هنا الياء. سمع المعلم الإجابات. سمع المعلم الإجابات، فين المفعول يا أولاد؟ المفعول كلمة الإجابات. طيب علامة إعرابه إيه؟ ها ممتازين، علامة إعرابه النصب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. آخر حاجة معايا، شكر الأب الفلاحين. شكر الأب الفلاحين، المفعول عندي هنا كلمة الفلاحين، وعلامة النصب هنا الياء لأنها جمع مذكر سالم. علامة النصب الياء، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. هنحل بقية الأسئلة ونحاول نبعتها على الواتس ونصححها مع بعض، ويا رب نكون استفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.